التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت غرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أنه يتم حاليا الإفراج عن كمية هائلة من الشحنة والسلع الأساسية في الموانئ المصرية بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي. وفي مؤتمر صحفي بميناء الإسكندرية عقب الإشراف على الإفراج عن عدد من البضائع، أكد رئيس مجلس الوزراء أن خطوات الحكومة الأخيرة والبنك المركزي كانت ضرورية لتحقيق الإصلاح الاقتصادي. كما شدد مدبولي على أن تعظيم الاستفادة من أصول الدولة مستمر، وأن الدولة منفتحة وتخطط لصفقات كبيرة خلال الفترة القادمة من أجل تدبير السيولة النقدية التي تضمن بصورة نهائية القضاء على الأزمة الخانقة المتعلقة بالعملة الصعبة. قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في خطابه لحالة الاتحاد إنه يواصل العمل دون توقف من أجل التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة يستمر 6 أسابيع. ووجه بايدن رسالة حادة للقادة الإسرائيليين طالبهم فيها بعدم عرقلة المساعدات الإنسانية للفلسطينيين لأغراض سياسية. وشدد بايدن على أن الحل الحقيقي الوحيد لهذا الوضع هو حل الدولتين. استشهد عشرات الفلسطينيين وأصيب آخرون غالبيتهم من الأطفال والنساء إثر غارات شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على عدة مناطق في قطاع غزة. واستشهد نحو 9 فلسطينيين وأصيب عدد آخر إثر استهداف الاحتلال منزلين بدير البلح وسط القطاع. كما استشهد فلسطيني وأصيب العشرات إثر استهدافهم من قبل جيش الاحتلال أثناء انتظارهم للمساعدات عند دوري النابلس والكويت غرب مدينة غزة، وقد تم نقلهم إلى مجمع الشفاء الطبي. أكدت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في غزة سكرت كاغ أنه لا بديل عن إرسال المساعدات الإنسانية إلى القطاع الفلسطيني عن طريق البر. وقالت كاغ للصحفيين في ختام جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك أنها تحدثت عن أهمية تنويع طرق الإمداد البرية، لافتة إلى أن هذا الحل يبقى الأمثل لأنه أسهل وأسرع وأرخص، وخاصة مع الحاجة لمواصلة إيصال المساعدات الإنسانية لسكان غزة لفترة طويلة من الزمن. أعلنت أوكرانيا تعيين فاليري زالوغني سفيرا لها لدى بريطانيا بعد شهر من إقالته من منصبه قائدا أعلى للقوات المسلحة في البلاد. وجاء الإعلان بينما كان الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي يلتقي بوزير الدفاع البريطاني جرانت شابس. وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية في بيان إن زيلنسكي وافق على ترشيح فاليري سفيرا فوق العادة ومفوضا لأوكرانيا لدى المملكة المتحدة. وأشار زيلنسكي بتعيين فاليري قائلا إن التحالف مع بريطانيا التي تعد من أبرز الداعمين لبلاده منذ بداية العملية الروسية يجب أن يصبح أقوى. رياضيا، تتجه أنظار عشاق كرة القدم الليلة صوب ملعب الأول بارك في العاصمة السعودية الرياض لمتابعة القمة المنتظرة بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر لنسخة موسم 2022-2023. ويدخل الأهلي المباراة سعيا لمواصلة نتائجه الإيجابية خلال الفترة الأخيرة في بطولتي الدوري الممتاز ودوري أبطال إفريقيا. ويأمل السويسري مارسيل كولر المدير الفني للقلعة الحمراء في التغلب على مشكلة الغيابات في صفوف الفريق وحصد اللقب للمرة 39 في تاريخ النادي. على الجانب الآخر، يأمل الزمالك في حصد اللقب 29 في تاريخه استكمالا للمرحلة الجديدة والتي دشنها النادي من خلال تدعيم صفوف فريق كرة القدم واستخدام البرتغالي جوزيه غوميز كمدير فني.